السلام عليكم ورحمة الله إخواني، حياكم الله. حقيقة إخواني قبل شوية وقفت أعبي في محطة الوقود بنزين للسيارة، ف يعني من باب إنه أنا ما عندي سالفة يعني باغا أتكلم، فجلست أدردش مع عامل المحطة فأقول له ليش لا تعبي لأي زبون إلا بعد ما يطفي مفتاح المحرك، لازم يطفي المفتاح بعد كذا أنت عبي له. قال لي هو يرد علي يقول لي نحن مستمرين يعني دائما نبلغهم انه طفوا المحرك، بس يقول لي في عناد كثير، في ناس تعاندنا وما وكانها ما سمعت فما تطفي، فما نقدر نتناقش معاهم على اساس انه ما ندخل في متاهات معاهم. فقلت له انا ليش انا قلت لك تعال، ليش انا قلت لك هذا الكلام؟ قلت لك لانه انا شفت فيديو شخص ما مطفي المحرك، فسبحان الله هو يعبي بترول، انفجر عنده خزان الوقود، لما انفجر خزان الوقود توفى هو شخص والموجودين في المحطة واللي معاه في السيارة، صار انفجار جدا فظيع، حتى السيارة لدرجة انه يعني انقصت نصين والله اكبر من عند هذا ايش اسمه من عند منطقة اللي موجود فيها محطة خزان الوقود. عموما فكنت اخبره بهذه السالفة من باب التخويف يعني. فالرجل قال لي لا، في سالفة أقوى من هذه، في سالفة يقول لي في شخص كان يعبي وقود ومع أولاده 2 وموجودين في السيارة، فنزل هو يتبضع من المحلات الموجودة قريب المحطة وقفل السيارة وأولاده داخل السيارة والسيارة تعبى بنزين والسيارة شغالة، سبحان الله يقول صار حريق داخل السيارة، يعني حاولنا ان نفتح الباب، بغينا نفتح الباب ولا انتبهنا هو وين راح، بعدين هو قعد خلاص الاطفال 2 متوفين مساكين وهم داخل السياره والسياره تحترق من داخل، فاستغربوا كيف احترقت السياره من داخل. يا اخواني والله العظيم هذا الموضوع جدا مهم، موضوع اغلاق محرك السياره اثناء تعبئه الوقود، خاصه نحن جايين على صيف حار، فأتمنى من الجميع التقيد بالسلامة، لأنه هذا على فكرة لما الشرطة تقولنا هذا ممنوع وهذا ما ممنوع، الشرطة ما علشان هي، لا علشان سلامتنا، علشان سلامتك أنت وسلامتي أنا وسلامة أبنائنا. أتمنى من الجميع التقيد، والسلام عليكم ورحمة الله.